قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة أو باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة يطلق على العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي أماراتها وعلاماتها. وطبعا جاءت علامات إيه؟ علامات صغرى وليست علامات كبرى. إذن الشاهد هنا من الآية أن الشرط لغة يطلق على العلامة، ويطلق اصطلاحا في الصلاح، يعني في الصلاح الأصوليين، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وعلى هذا يعني إذا قلنا، يعني خلينا نضرب مثالا على الشرط. إذا قلنا إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، معنى هذا إيه؟ التعريف يقول: ما يلزم من عدم العدم، يعني إذا إن يعني فقدت الطهارة، أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، نعم، فصلى صلاته غير صحيح، صلاته باطلة، لأنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ممكن سنة توضأ، لكن هل يجب عليه بأن يصلي؟ لا يجب. وهذا معنى الشرط اصطلاحا. إذا معنى الشرط الاصطلاحي أنه ما يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده الوجود. وقول هنا: باب شرائط الصلاة، أي باب شرائط، أي أو يعني الإضافة هنا شرائط للصلاة، يعني على تقدير حذف اللام، على تقدير حذف اللام، أو باب شروط للصلاة، باب شروط للصلاة، لأن شروط الصلاة معناها شروط للصلاة. الإضافة على ثلاثة أنواع. الإضافة يعني بيقدر فيها حرف الجر من، أو يقدر فيها حرف الجر في، أو يقدر فيها حرف الجر اللام. الإضافة يعني في عندك مضاف ومضاف إليه، فأحيانا يقدر في الإضافة حرف الجر من، وهذه إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، يعني كان يلبس خاتما من فضة، أو لو قلت لك خاتم فضة، فالمضاف إليه من، يعني المضاف من جنس إيه؟ لما يكون المضاف من جنس المضاف إليه يبقى يقدر من، يبقى لو قلت لك خاتم حديد معناه خاتم من حديد. لماذا؟ لأن المضاف من جنس المضاف إليه. طيب، عندما يكون المضاف إليه ظرف للمضاف فيقدر فيه، مثالها: بل مكر الليل والنهار. المكر ده حصل فين؟ الظرف اللي حصل فيه الليل، في الليل والنهار. يبقى معنى الآية إيه؟ بل مكر في الليل وفي النهار. كيف عرفنا هنا التقدير فيه؟ لأن المضاف إليه ظرف، لأن المضاف إليه ظرف للجار، يعني المضاف. بل مكر الليل والنهار، يبقى مكر حصل في الليل والنهار، يبقى بل مكر في الليل والنهار. طيب، إذا لم يكن المضاف إليه من جنس المضاف، وإذا لم يكن المضاف إليه ظرفا للمضاف، يبقى هيقدر اللام. مثل هنا: باب شرائط الصلاة، يبقى هي باب شرائط أو شروط للصلاة. فهيذكر في هذا الباب إيه؟ يذكر لك في هذا الباب الشروط التي يجب توفرها لصحة الصلاة، فمتى عدم شرط منها لم تصح الصلاة. فهمنا هذا؟ نعم، تفضل. قال المصنف: وهي ستة. أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، خلينا الأول الشرط الأول. طيب، وقت العصر. طيب، كم أكمل الشرط ده؟
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر. الشرط الثالث. نعم، يقول وهي ستة، يعني هذه الشرائط للصلاة هي ستة شروط. أحدها الطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث، الحدث هنا الألف واللام يدخل على المفرد، وهذه صيغة من صيغ العموم، ومعنى هذا أنه يعم الحدث الأصغر ويعم الحدث الأكبر. إذن الشرط الأول هو الطهارة من الحدث، ويشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لأن الألف واللام هنا يعني الألف واللام الداخلة على المفرد صيغة عموم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة يعني صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والحديث مروي في الصحيحين. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في عند مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن الشرط الأول هو الطهارة من الحدث، سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وطالما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فالشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. ولذلك من صلى صلاة الظهر مثلا ثم تبين له أنه كان محدثا، يعيد ولا لا يعيد؟ يعيد، مع أنه كان ناسيا، لأن الشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. شأنه شأن الركن، الركن كذلك لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل. لذلك إذا صلى بغير، كما قال ابن في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا أيضا لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب، احنا فهمنا من قول النبي عليه السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هنا يعني نفي القبول هنا دل على ايه؟ دل على البطلان. لماذا؟ لأن الأمر هنا يتعلق بشرط من شروط الصلاة، ولما يتعلق يعني نفي القبول بشرط من شروط يعني الصلاة، يتعلق بشيء من الصلاة نفسها، فنفي القبول يراد به البطلان. أما عندما يتعلق نفي القبول بشيء خارج عن الصلاة، فليس المراد به البطلان، وإنما يراد به نفي الثواب. يعني هي تقع مجزئة لكنه لا، يعني لكنها لا ثواب له. مثال على النوع الأول، هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لأن الأمر متعلق بالطهارة التي شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، النبي عليه السلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، وقال يعني فهنا الصلاة هنا بحضرة الطعام، هل هي متعلقة هنا بشيء من الصلاة؟ طب لو صلى بحضرة الطعام تقع صلاته باطلة؟ لا تقع صلاته باطلة، وإنما صلاته صحيحة لكنه خالف الهدي. والمراد بالنفي هنا نفي الصلاة الكاملة، يعني نفي الثواب، لكنها مجزئة عنده، لكنه لا يثاب عليه. دلك على هذا المعنى قول الله جل وعلا: إنما تقبل الله من المتقين. طيب، إنما تقبل الله من المتقين،
هل معنى هذا ان العاصي اذا صلى لا تقبل صلاته؟ يعني صلاته باطلة ولا غير مجزئة؟ يعني تقع مجزئة ولا غير مجزئة اذا استوفت يعني شروطها؟ يعني انا بسأل سؤال، صلاته مجزئة ولا غير مجزئة؟ طالما انها وقعت مستوفية الاركان والشروط يبقى هي صلاة مجزئة. طب قول الله جل وعلا انما تقبل الله من المتقين يراد به نفي الثواب، اذا قد تقع صلاته مجزئة ولكنه لا يثاب عليها، ويخص الله عز وجل بالثواب أهل الطاعة وأهل التقوى والإيمان، إنما قال إنما تقبل الله من المتقين. فهمت هذا؟ لأن هنا النفي نتعلق به، هنا تعلق. إذن قد يطلق نفي القبول ويراد به نفي الثواب، وقد يطلق ويراد به البطلان. متى؟ ما الفارق بينهما؟ عندما تعلق نفي القبول أو النهي أو النفي بشيء من شروط الصلاة أو أركانها، فهذا يدل على فنفي القبول يدل على البطلان. أما عندما يتعلق النفي أو نفي القبول بشيء خارج عن الصلاة، فالمراد به نفي الثواب وليس بطلان الصلاة. فالنهي هنا عن الصلاة بحضرة الطعام لما يشوش على الإنسان، وكما قال لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. طب هنا يدافع، هذا أمر خارجي، هو مدافع دي شيء خارجي. نعم، فهل معنى هذا انه لو صلى ودفع الخبثين انه بان صلاته باطله؟ لا، ولكنه قد تقع لا ثواب لها، ليست الصلاه الكامله، يراد بذلك نفي الكمال او نفي الثواب. فهمت هذا؟ لكن هنا المراد بنا نفي ايه؟ نفي القبول بمعنى البطلان. وكما في حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. يبقى الصدقه من غلول باطله ولا لا؟ باطله. والصلاة بغير طهور باطلة. طيب، هذا الشرط الأول. تمام، إذن وهذا الشرط معناه أنه لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. قال الثاني الوقت. الوقت تعريفه في الفقه، الوقت هو الزمن اللازم للعبادة، الوقت هو الزمن اللازم للعبادة. والوقت شرط في صحة الصلاة. هو لماذا بيّن لك هذا؟ لأن الله جل وعلا لما ذكر الصلاة ذكر الأمر بالصلاة مؤقتا في قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني مؤقت بأوقات، ليس الأمر بالصلاة أمرا مطلقا، وإنما هو أمر مقيد. مقيد إيه؟ مقيد بأداء الصلاة في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين، يعني فرضت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا مؤقتا بالأوقات التي وقتها الله سبحانه وتعالى. ولذلك السنة جاءت وبينت أوقات الصلوات. إذن الوقت هو يعني كما يذكر المؤلف هو شرط لصحة الصلاة، وهذا الشرط شرط بالإجماع، شرط مجمع عليه لدلالة القرآن والسنة. والقرآن دلالته كما سمعتم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وذكر الله عز وجل كذلك في مواضع أخرى الصلاة مقيدة بأوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والسنة كذلك كما سيأتي بيّنت أوقات الصلوات بيانا واضحا شافيا لا لبس فيه. طيب، إذن الشراط الوقت، الشرط يعني الوقت هو ايه؟ يعني هذا شرط مجمع عليه. يا السؤال هنا، هل الشرط الثاني الوقت المقصود بذلك الوقت ام دخول الوقت؟ وهل هناك فرق بينهما؟ يعني هل المعنى الوقت هنا هو دخول الوقت ولا الوقت؟ هل هناك فرق بين الوقت وبين دخول الوقت؟ في فرق. ما الفرق؟ إذا قلت إن الوقت هو شرط لصحة الصلاة، معناه إن قبل الوقت لا تصح الصلاة، وبعد الوقت لا تصح الصلاة، لأنك قلت إن الوقت هو شرط في صحة الصلاة.
لكن اذا قلت ان مع ان الادله وردت ايه، والادله وردت بجواز الصلاه بعد الوقت لمن له عذر بالاجماع. اذا المقصود هنا بالشرط بالوقت هو دخول الوقت، شرط في صحه الصلاه وليس وقت الصلاه فقط، لان الوقت محدد. لو قلت ان الوقت يبقى الوقت محدد، اذا فات الوقت يبقى لا تؤدى الصلاه بعده حتى ولو العذر، مع ان الادله جاءت به من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، الحديث في الصحيح وفي الصحيحين. إذا معنى هذا أن المقصود هنا بالشرط هو شرط دخول الوقت. طيب من له عذر تصح صلاته بعد ولو بعد خروج الوقت، الحديث السابق الذي سمعتموه. طيب من تعمد تركها حتى خرج الوقت، من تعمد واحد تعمد، فهنا خلاف بين أهل العلم. فالجمهور يرى أنه تصح صلاته مع اسمه لكون خالف أمر الله عز وجل بأداء الصلاة في وقتها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن لا تصح هذه الصلاة، من تركها متعمدا لا تصح صلاته لأنه تعمد إخراجها. قالوا لما؟ قالوا لأن الله جل وعلا أمر بالصلاة مؤقتة بأوقات محددة، وهذا تعمد أداءها بعد خروج الوقت ليس له عذر، لو له عذر ما يعذر للحديث السابق. أما هذا أما تعمد أن يؤديها في غير وقتها، فانطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. و يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اختار القول الثاني، ان من تعمد ترك صلاه، وهذا يدلك على اهميه الصلاه وعظم الصلاه، ان من تعمد ترك صلاه حتى خرج وقتها فانه ليس له ان يقضيها. الجمهور يقول بقضائها مع الاسم، الجميع يتفق على اسم الفاعل لكنهم يختلفون هل يقضيها ام لا يقضيها. فالجمهور يقضيها مع الاسم، ولشيخ الاسلام ابن تيميه اختار انه لا قضاء له. والمسألة دي مبنية على مسألة أصولية، المسألة دي مبنية على مسألة أصولية، وهي أن الأمر بأن الأمر المؤقت بوقت معين إذا خرج هذا الوقت هل يحتاج إلى أمر جديد لأدائه ولا الأمر الأول يكفي؟ المسألة الآن في مسألة في من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقته مبنية على مسألة أصولية، وهي والمسألة الأصولية الأمر المؤقت بزمن معين إذا خرج هذا الوقت هل يحتاج إلى أمر جديد كي يؤديها ولا يكتفي بالأمر الأول. الصواب أن الأمر المؤقت بزمن معين لابد أن يؤديها في الوقت، لأنه لو لم يكن الشرع يريد أداءها في الوقت لما وقتها، وعلى هذا أداؤها بعد هذا الوقت يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أمر جديد، لأنها هي كانت في أمر بأدائها في هذا الوقت، فأداؤها بعد هذا الوقت يحتاج إلى أمر جديد. ولما نبحث بقى في الشرع عن أدلة لهذا نجد أن الشرع لم يرخص للصلاة بعد الوقت إلا لمن فات وقتها منه معذورا كنوم أو نسيان أو يعني عذر حال بينه وبين أداء الصلاة. في هذه الحالة يبقى إذن طالما الأمر الجديد جاء فقط في مثل هذه الحالات، يبقى من تعمد تركها حتى خرج وقتها، هذه قاعدة تثبت الكلام لمن؟ تثبت الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الأمر المؤقت بزمن معين إذا فات وقته يجب على الناس أن يؤدوا هذا الأمر في هذا الوقت، فمتى خرج الوقت يحتاجون إلى أمر جديد، ولم يأتي أمر جديد إلا في شأن من كان له عذر نوم أو نسيان أو شيء حال بينه وبين الصلاة، أي شيء. النوم والنسيان إذن في غير النوم والنسيان هو التعمد ليس له
أن يصليها. فهمت المسألة؟ على كل حال أنت ممكن تكتفي بكلام أهل العلم أن الجمهور أن من تعمد من تركها وهو معذور نعم لنوم أو نسيان صلاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما من تعمد حتى تركها حتى خرج وقتها فالجمهور يقول يصليها قضاء مع اسمه. نعم. ويرى آخرون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك فيما أذكر أنه يعني ليس له قضاء، وإنما طب ماذا يفعل؟ يكثر من النوافل ومن الاستغفار، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. قال: الوقت وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. شرع هنا يبين لك أوقات الصلوات، لأن الوقت شرط، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. قال: وقت الظهر من، يعني يبدأ من زوال الشمس. زوال الشمس معناها تحرك الشمس عن وسط السماء، وهذا هو وقت الظهر. نعم. وفي هذه الحالة يكون الظل، طب ما كيف نعرف زوال الشمس؟ هو الظل بيتناقص 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 يتناقص يتناقص حتى يصل إلى أدنى شيء عند الزوال، لأن الشمس عمودية. أول لما يزيد الظل، أول لما يبدأ يزيد، يبقى معناه هنا إيه؟ زوال الشمس، وهذا هو وقت صلاة الظهر. هذا وقت صلاة الظهر، فيسمونه زوال الشمس، يعني تحرك الشمس عن كبد السماء. إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وحيبدأ الظل إيه؟ يتزايد، حتى يصل إلى مصير ظل الشيء مثله، فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر. دلنا على ذلك الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث يعني عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر حين زالت الشمس، حين زالت يعني 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 حين زالت يعني الشمس. ونص حديث عبد الله بن عمرو قال: ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. طيب، وكذلك حديث يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي وغيره، لما جاء جبريل أم النبي، يعني قال: أتاني جبريل فأمني نعم عند البيت مرتين، فصلى بها الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس، والفيء مثل الشراك، مثل شراك النعل، يعني إيه؟ صغير جدا بدأ يتحرك. نعم. ثم صلى به المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال له في آخر الحديث، قال: الوقت بين هذين. إذن الوقت بين هذين، إذن علمنا أنا من هذا الحديث ومن حديث عبد الله بن عمرو، نعم، أن وغيرهم طبعا أحاديث كثيرة جدا، أن وقت الصلاة يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لما يصير الشاخص له ظل مساوي له لطوله، معناه خروج وقت الظهر وحضور وقت العصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. نعم، لأن حضور صلاة العصر معناه مصير ظل كل شيء مثله، هذا بداية وقت العصر. لذلك قال: وقت العصر وهي الوسطى. فسرها وهي الوسطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها في الصحيح بذلك، كما قال يوم الأحزاب، والحديث متفق عليه: شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر، وهذا هو الصحيح، ومن فسرها بغير ذلك فقوله غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها بذلك. والقاعدة في التفسير أنه متى جاءنا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نعدل عنه إلى غيره، يعني وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، وهو مصير ظل كل شيء مثله، إلى أن تصفر الشمس، وهذا هو وقت الاختيار. وإصفرار الشمس لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال: فإذا صليتم العصر
فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. خليني عايز أمليك يعني أمليكم حديث يعني عبد الله بن عمرو حتى يكون عندك الحديث كاملا يعني. فعن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مواقيت الصلوات. والعمدة هنا على حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك على الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وأصحاب السنن من حديث ابن عباس من إمام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين يعني يبين لنا مواقيت الصلاة. طب المؤلف هنا ذكر لك وقت الظهر وهو من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله. لماذا بدأ المؤلف بوقت الظهر؟ أولا تيمنا بكتاب الله، لأن الله جل وعلا ما بدأ وقت الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا وقت الزوال. ثانيا لأن الظهر هو أول صلوات النهار، يعني هو يعني صلاة في 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 أول النهار. ولأن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام كذلك ابتدأ بصلاة الظهر. على كل حال الأمر فيه ساعة. نعم. فمن أهل العلم من يبدأ في المواقيت يبدأ من الفجر، ومنهم من يبدأ من الظهر، والأمر فيه ساعة. لكني ذكرت لك الوجه الذي اعتمده المؤلف رحمه الله تعالى. طيب وقت العصر اتفقنا من مصير ظل كل شيء مثله إلا أن تصفر الشمس، دل على هذا حديث عبد الله بن عمرو عندك. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وهذا الوقت يسميه العلماء بأنه وقت اختيار، وهذا فلا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة عن وقت اصفرار الشمس، ولا يأثم. يبقى هذا يسموه وقت الاختيار. قال: ثم يذهب وقت الاختيار باصفرار الشمس لما الشمس تبدأ تصفر. الدليل على هذا حديث ايه؟ حديث عبد الله بن عمرو. نعم. طيب يقول: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والوقت من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا يسموه وقت ضرورة، يعني إذا كان الإنسان مضطرا إليه. ودل على هذا وقت الضرورة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني مرفوعا: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. دليل على عندك الحديث موجود، أعتقد أنه عندك ولا غير موجود. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. تفصيل الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة هو لماذا قسمنا الوقت إلى وقت اختيار وقت ضرورة؟ ليس من عندياتنا، وإنما الأدلة وردت على هذا. في حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم العصر فإن وقت إلى أن تصفر الشمس. وفي حديث أبي هريرة قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فعلمنا أن هناك وقت اختيار، فمن ليس له عذر ليس له أن يؤخرها عن وقت اصفرار الشمس. وأما من له عذر فله أن يؤخرها، يعني انشغل وحال بينه وبين شيء، فوقت الضرورة عنده إلا عندما يكون مضطرا إلى هذا إلى غروب الشمس. دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب ولكن الأصل في صلاة العصر أنها يعني تصلى في أول وقتها،
وهذا هو استحبابه يعني وقت صلاة العصر، لما ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر حتى يذهب الذاهب إلى العوالي ثم يعود قبل غروب الشمس، والعوالي مكان في آخر المدينة، يعني يأخذ وقتا طويلا في الذهاب وفي الإياب، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر. قال وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب من الغروب يعني يبتدئ من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، دل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، والشفق هو الضوء الأحمر في السماء. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس ويستمر إلى سقوط الشفق، يعني انتهاء الضوء الأحمر في السماء، فيبدأ وقت العشاء. قال إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وحديث عبد الله بن عمرو دل على ذلك، والحديث عندكم. وفي حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أم في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجبريل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس وصلىها عند سقوط الشفق الأحمر، وقال له الوقت بين هذين. طيب قال وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، وهذا أيضا هو وقت الاختيار، دل على أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ومن أخرها بعد منتصف الليل بلا عذر فإنه آثم، دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. قال ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ويبقى وقت الضرورة في صلاة العشاء كما يعني إلى طلوع الفجر الثاني، وطلوع الفجر الثاني معناه إن 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 يعني خرج بالفجر الثاني الفجر الأول، والفجر الثاني اللي هو الضوء الأبيض المنتشر في السماء، أما الفجر الأول لا يكون منتشرا في السماء من قبل المشرق، وإنما يكون بقع بيضاء، فهذا هو الفجر، يسموه الفجر الكاذب وليس الفجر الصادق. الفجر الصادق ضوء منتشر في قبل المشرق، منتشر غير متقطع، فهذا معناه بداية وقت الفجر. نعم، لذلك قال طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المنتشر في الأفق. والدليل على أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر ما رواه مسلم في صحيحه، هذا طبعا هذا وقت ضرورة وليس وقت اختيار، لأن وقت الاختيار إلى منتصف الليل، أما وقت الضرورة فهو إلى الفجر. دليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ليس في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. مفهوم الحديث إيه؟ أنه لو صلى الصلاة قبل مجيء الصلاة الأخرى فهو يعني فصلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه قال إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا الحديث هو الذي بيّن لك بأن وقت العشاء ممتد إلى، بس هذا وقت الضرورة، يعني من أخرها بعد منتصف الليل يأثم لكن يصليها، لأن الوقت ده ما زال وقت الصلاة، لكنه ترك الوقت الذي أمر به وهو إلى منتصف الليل، ولذلك تأخير الصلاة بعد منتصف الليل بغير عذر يأثم صاحبه، يأثم من فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مواقيت الصلاة وقال: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار، لكن بقي وقت ضرورة لمن كان مضطرا، من له عذر أو نحو ذلك. قال وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى ما لم يطلع إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. إذا وقت صلاة الفجر يبدأ من الفجر الصادق، وهو الضوء المنتشر في السماء. كيف تعرفه؟ ضوء ينتشر في جهة المشرق، ينتشر لا يتقطع، يعني منتظم، فهذا بداية وقت الفجر.
ويستمر إلى طلوع الشمس. وقال وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. وحديث بويدة كذلك عند مسلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، صلى الفجر فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. حديث بويدة موجود عندك، علم على الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين أقام الفجر حين طلع الفجر، ثم فلما كان في اليوم الثاني صلى الفجر حين فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين يا ما رأيتم. الجمهور على أن هذا وقت صلاة الفجر يبدأ منين؟ يبدأ من الضوء المنتشر في السماء ويستمر إلى طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها في أول وقت ثم صلاها في ثاني الوقت، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فأسفروا، الحديث في عند أصحاب السنن فأسفروا. والحديث ده اختلف العلماء في فهم هذا الحديث. الحنفية فهمت الحديث إلى أنهم لا يصلون الفجر إلا بعد اسفرار. مسألة الفجر طبعا وقت صلاة الفجر ليس بين أهل العلم اختلاف يعني في ذلك، في يعني فيه لأن الحديث ورد في ذلك. قال فإذا صليتم الفجر فإن وقت ما لم يطلع قرن الشمس الأول. والفجر بدايته هو الفجر الصادق، هو الضوء المنتشر في السماء. الاختلاف العلماء حصل في ماذا؟ حصل في مسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يعني ورد إذا صليتم الفجر فأسفروا. الأحناف فهموا من الحديث أن الوقت المفضل لصلاة الفجر هو عند الإسفرار، يعني عند ظهور يعني ضوء النهار قبل طلوع الشمس، لكن عندما يسفر النهار جدا. والجمهور يرى انه ان اول وقت لصلاه الفجر، ان افضل وقت لصلاه الفجر هو اول وقت طالما تحقق من طلوع الفجر. دل على ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، يعني كانت النساء ينصرفن من الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. غلس هو ظلمة الليل، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف من صلاة الفجر في غلس، وهذا هو يعني قول الجمهور أن الأفضل هو التبكير في صلاة الفجر بعد تحقق دخول الوقت، كما في حديث عائشة. وأما حديث فأسفروا بالصلاة فالمراد من ذلك تيقن طلوع الفجر وليس معنى هذا تأخير الصلاة إلى اسفرار السماء كما فهمت الأحناف من ذلك. ذلك مثلا لو صليت مثلا في بلد فيها ينتشر فيها المذهب الحنفي، فممكن تجلس بعد الفجر مدة ساعة، تجلس حتى يعني يطلع يعني يسفر النهار جدا، ثم يقوم يصليها بعد قبل طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو نحو ذلك، أو لأنه هو يعمل هذا. وهذا قول غير صحيح، يعني غير صائب في هذه المسألة. الصواب هو قول الجمهور لما ثبت في الصحيح صحيح مسلم وغيره أن النساء كنا نصرفنا من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفنا من الغلس، فهذا أفضل وقت لصلاة الفجر. إذن هذه هي مواقيت الصلاة كما ذكرناها، وحديث المواقيت مروية في الصحيح وفي غير الصحيح، رواها عدة من الصحابة، رواها عبد الله بن عمر، رواها بريدة بن الحصيب، ورواها يعني أبو هريرة رضي الله عنه، ورواها ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني عنهما. يعني إذن عدة من الصحابة رواوا أحاديث يعني مواقيت، وهي التي بينت وقت الصلاة على ما بيناه لكم. قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. وهذا هو المذهب، انه متى ادرك تكبيره من الصلاه قبل خروج وقتها، يعني لو كبر قبل غروب الشمس، قبل مصير ظل الشيء مثله، وهو وقت صلاه العصر قبل الظهر في ذلك، فالمذهب يرى انه ادرك الصلاه.
بينما يرى فريق آخر من أهل العلم أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، بينما يرى فريق آخر من أهل العلم أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا على هذا بما رواه البخاري ومسلم، واستدلوا لهذا القول وهو أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة وليست بتكبيرة كما هو المشهور في مذهب الحنابلة. استدلوا على هذا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الحديث ظاهر في أن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب الذي أدرك الجماعة مثلا في التشهد الأخير، هل هو أدرك ركعة؟ لم يدرك ركعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المذهب هو يرى على المذهب يدرك أدرك ولا ما أدرك؟ أدرك، لأنه لو قال لو أدرك تكبيرة يبقى أدرك الصلاة. لكن طبعا قول الحنابلة أخف في المسألة، لكن عندنا حديث والحديث هو الحجة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فطالما عندنا حديث يبقى احنا مش هنبحث عن الأسأل ده لما يكون هناك مسألة ليس فيها دليل يبقى المسألة فيها سعة. لكن الحديث الثاني، الحديث الذي ورد هذا، دل على القول الآخر هو أن إدراك الصلاة يكون بركعة. وعلى ذلك من أدرك التشهد الأخير على المشهور من مذهب الحنابلة يكون قد أدرك الصلاة. على القول الآخر لم يدرك الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أدركها بالنية، لأن هو كان نيته، لكن هو في الحقيقة لم يدرك الصلاة، لأن إدراك الصلاة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب قال: والصلاة في أول وقت أفضل. طبعا الحديث اللي هو أول وقت رضوان الله وأخير وعفو الله، الحديث هذا في اضطراب ومتكلم في سنده، ولكن الحديث الثاني اللي هو حديث أبو برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، الهجير الصلاة عند الهجرة وهي صلاة الظهر مش العشاء، قال: حين تطحض الشمس، يعني تزول، هو وقت الهجرة وقت شدة الحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها. وعلى هذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يصلي في أول وقت إلا يعني لذلك قال: إلا العشاء الأخيرة، إلا العشاء الأخيرة، لقول أبي برزة رضي الله عنه، وعلى الحديث عندك موجود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، يعني متفق عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند مسلم في صحيحه، قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم؟ في رواية قال: والله إنها لوقتها لولا أن أشق عليكم. إذن تأخير الصلاة إلى العشاء الأخيرة، إلا العشاء الأخيرة، يعني يؤخر العشاء إلى قبيل منتصف الليل. طبعا هذا إذا كان هناك جماعة، أما إذا كان يعني يؤخرها فيترتب على تأخيرها فوات الجماعة يبقى لا يؤخرها، يصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة على قول الراجح بأنها واجبة. قال: وفي شدة الحر في الظهر أيضا، وأيضا هو يستحب التبكير في صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا زالت الشمس، كما في حديث أبي برزة كان يصلي يعني الهجير التي تدعونها الأولى حين تطحض الشمس، أي يعني تزول. إذا الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلا إذا اشتد الحر على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوا بالصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عند البخاري ومسلم موجود عندك: أبردوا بالصلاة في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا الأصل الاستحباب هو الإتيان بالصلوات في أول وقتها، إلا في أمرين أو إلا في شيئين. شيء أول هو استحباب تأخير العشاء
لا حديث أبي برزة رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى كان يستحب أن يؤخر العشاء، والثاني عند الشداد الحر فيؤخر الظهر. يؤخر الظهر لحديث أبي برزة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث أبي هريرة في عند البخاري ومسلم أبرد بالصلاة في أبرد بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جنة، ومعنى الإبراد هو تأخير الصلاة. طب يعني كيف يؤخرها إلى أن يحصل نوع من إيه؟ من البرد، إبراد يعني تذهب إيه؟ يعني يكس تنكسر شدة الحر. لكن بقية الأوقات تصلى فين؟ في أول وقتها، وهذا هو الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول وقت، وكان كان من عهد من شأن عليه الصلاة والسلام كأنه كان دائما يصلي في أول الوقت. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أخروا يوما المغرب حتى ظهر نجم السماء أنكر عليهم ذلك، حديثه عند مسلم في صحيح أنكر عليهم ذلك وقال خلفتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب عند أول وقتها، صحيح وقت المغرب ممتد إلى سقوط الشفق الأحمر. نعم تفضل. الله ابن حلال الله يسامحك تفضل عشان الوقت بس. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على بعضه في ثوب واحد بعضه على عاتقه أو بعضه الاثنين، ومن صلى في من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. الشرط الثالث من شروط الشرط الأول هو ماذا؟ طهارة من الحدث. الشرط الثاني دخول الوقت، والشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشر. والعورة هي ما يسوء المرء إخراجه والنظر إليه لأنها من العور بمعنى العيب، ومصطلح ستر العورة لم يعبر عنه كذلك في الكتاب والسنة، يعني لم يأتي في الكتاب والسنة مصطلح ستر العورة، وإنما الذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وطبعا اتخاذ الزينة غير ستر العورة، اتخاذ الزينة غير ستر العورة، هو أعلى من ستر العورة بلا شك، لكنه متضمن إيه؟ متضمن ستر العورة. طيب لكن هنا ستر العورة بما لا يصف يعني البشرة، نعم، وهذا من الشروط التي شرطها التي شرطت لصحة الصلاة. قال وعورة الرجل والأمة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، يعني هنا يجعل العورة للرجل والأمة بين السرة والركبة. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. طيب المسألة الأولى أنه عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة لحديث الذي أخرجه البيهقي وفيه ضعف، قال يعني من حديث أبي أيوب الأنصاري قال أسفل السرة يعني أسفل السرة وفوق ركبتين من العورة، والحديث فيه ضعف، لكن الحديث الثالث
اللي هو الحديث الذي ورد في الصحيح اللي هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر إزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي قبله عند أحمد غطي فخذك فإن الفخذ إيه؟ فإن الفخذ من العورة. والحديث ده سند حسن عند الإمام أحمد في مسنده. ومن هنا فهم العلماء يعني فهم العلماء أن العورة هي من السرة إلى الركبة لأنه قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذه الرواية الأولى في المذهب. الرواية الثانية أن عورة الرجل هي الفرجان أن عورة الرجل الفرجان نعم وأن يعني الفخذ ليس بعورة. وهذه الرواية الثانية ويستدل بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر الإزار عن فخذه نعم حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. طبعا هو الاحتياطي بين السرة والركبة لكن المسألة فيها خلاف فالرواية الثانية ماذا يرى أن العورة الرجل هي اللي هي الفرجية هي بأنها الفرجات نعم ويستدل لمثل حصر عن فخذه قالوا لو كان فخذ عورة لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. إذن المسألة فيها خلاف لكن الأحوط هو من السرة إلى الركبة. هو هذا بالنسبة للرجل لكن قال والأمى ما بين السرة ويعني والركبة. طبعا يعني ليس هناك دليل يدل على أن عورة الأمى ما بين السرة إلى الركبة. قال والحرة كلها عورة. طيب ما الفرق بين الأمى وبين الحرة؟ الطبيعة واحدة ولا لا؟ هل الرق وصف يا مؤشر؟ يعني هل الرق يعني يفرق بين الأمة فيكون عورتها من السرة إلى يعني الركبة يعني لها أن تكشف عن ثدييها؟ طبعا هذا كلام هذا قول يعني لا دليل عليه. والصواب أن الأمة مثل الحرة في هذا هي امرأة نعم. والرق وصف عارض لا يؤثر في طبيعة طبيعة المرأة فطبيعة الأمة هي طبيعة الحرة. وعلى ذلك القول الصحيح هنا نعم خلاف المشهور في المذهب وخلاف ما اختاره الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى أن عورة الأمة هي عورة كعورة حرة. الأمة كلها عورة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وحدث الخلاف بين أهل العلم أيضا في الوجه وفي الكفين. فمن أهل العلم من يرى أن الوجه والكفين أيضا من العورة واستدل بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كنا إذا حزينا الركبة أسدلت إحدانا على وجهها. على كل هذا يعني وكذلك حديث يعني أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود هو قالت يا رسول الله يعني يتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا إلى يغطي ظهور قدميه. وهذا كله يدل على أن الحرة كلها عورة استثناء الوجه والكفين يقول به فريق من أهل العلم لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها. والفريق الآخر يرى أيضا أن الوجه والكفين أيضا هما من العورة. والقول الثاني قول وهذا يرجح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وسائر شيوخ المملكة هيئة كبار العلماء يعني يرجحون هذا القول بأن الوجه والكفين من العورة. على كل حال لكن المهم هنا أن عورة الأمة مثل عورة الحرة يعني لأن الرق لا يؤثر في طبيعة الماء. قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. أم الولد التي ولدت ولدا وأم الولد هي أمة ولكن هي لها أحكام تخصها فلذلك تخص بأحكام يعني هي لا تباع لا تباع أم الولد ويفرق بينها وبين ولده. نعم. قال والمعتق بعضها أحيانا يكون في أمة في اشتراك فأحد الشريكين يعتقها والثاني يبقى في عرق. يبقى إذن حكم أم الولد وحكم المعتق بعضها حكم الأمة وحكم الأمة على الصحيح بأنها كالحرة فهي كلها عورة. قال ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. يختار هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من صلى في ثوب مغصوب نعم أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
لماذا؟ قالوا لأنها يعني قربة، وهي منهي عنها يعني على هذا الوجه، وهي منهي عنها عن هذا الوجه. وقالوا كذلك بأنه استعمل في شرط من شروط الصلاة ما يحرم استعماله، وهو الثوب المغصوب. لا، الثوب المغصوب. نعم، استعمل في شرط من شروط الصلاة ما يحرم استعماله. فهنا كيف تؤدى الصلاة هكذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الفريق الأول، وهو يمثله يعني وهو المشهور في مذهب الحنابلة، واختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأن الغصب محرم والثوب مستعمل في ستر العورة التي هو مأمور بها، لكنه استعمل ثوبا يعني محرما، وهذا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الثانية في المذهب، ويقول بها الجمهور، أنها تصح مع الاسم، أنها تصح مع الاسم، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني للشافعي رحمه الله تعالى، ويختيار يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، واختارها كذلك الشيخ ابن عثيمين، اللي هي صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الاسم. نعم، قال، وهذا وهو الرواية الثانية في المذهب، وقول أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني للشافعي، واختار هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعا القول الأول قول قوي جدا، لا سيما في الثوب المغصوب. لا سيما في الثوب المغصوب. لماذا؟ لأن النهي الذي يتعلق بشرط من شروط الصلاة يؤثر في صحة الصلاة، بخلاف الدار المغصوبة. الدار المغصوبة شيء آخر، فعلا فيه انفكاك جه، لكن الثوب المغصوب هو ستر العورة بما لا يجوز. نعم، وفرق بين هذا وبين الذي يصلي مثلا في عمامة الحرير، يعني واحد لبس ثوب من الحرير صلى به، فهنا استعمل شيئا محرما في ستر العورة التي هو مأمور بها، مأمور يعني بسترها. فالذي صلى في ثوب الحرير، نعم، ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك إن النهي هنا تعلق بشرط من شروط الصلاة. لكن واحد لبس قبعة من حرير، ولبس استغفر الله، يعني لأن قبعة لا تجوز، قلنسوة من حرير، فهل هنا تغطية الرأس متعلق بستر العورة؟ لا. فهنا في هذه الحالة يحدث انفكاك جهة، لأنه ليس مستر العورة. على كل حال، المسألة فيها القولان. المشهور مذهب الحنابلة أن الصلاة في الثوب المغصوب أو الدار المغصوبة لا يعني لا تجوز. لماذا؟ يستدلون لأن هذا مما نهي عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في صحيح: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والجمهور يذهب من هو الرواية الثانية، وقول الحنفية والمالكية، وقول الثاني للشافعي أنها تصح مع الاسم. قال: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. طبعا لبس الحرير هنا المقصود هنا الحرير الطبيعي، وليس الحرير الصناعي، الحرير اللي احنا بنسميه حرير ده القمصان، لا، الحرير الطبيعي اللي هو المنتج من دودة القز. هذا الحرير الطبيعي هذا فقط مباح للنساء ومحرم على الرجال إلا عند الحاجة. عند الحاجة مقصود بأي واحد مريض عنده حكة في جسده، عنده يعني مرض لا يستطيع وضع شيء إلا شيء من الحرير، في هذه الحالة يجوز للحاجة. والأصل فيها هو التحريم على الرجال والحل للنساء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وابن ماجة، ومن حديث علي رضي الله تعالى عن يانهما رضي الله تعالى عنه، قال هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. حديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. إذن الذهب والحرير حل للنساء، حرام على الرجال إلا للحاجة. طيب، الذهب المحلق للنساء
بعض من أهل العلم يمنع منه، الشيخ الباني رحمه الله تعالى، وجماهير أهل العلم على جواز الذهب المحلق للنساء، إن 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 إن, إن الذهب عموما حلال، يعني يعني هذان حرام على زوجة، حل لإناثهم، والحديث التي يعني استدل بها فحكموا عليها بالشذوذ. نعم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم على جواز الذهب للنساء، سواء منهم هو محلق ومنهم ما هو غير محلق، خلافا للشيخ الباني رحمه الله تعالى. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. طبعا هنا مسألة الصلاة في الستر في 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 الثوب الواحد منهي عنها، دليل النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. لذلك قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه. كيف يكون بعضه على عاتقه؟ ان هو ثوب واحد يعني ازار، بس الازار ده طويل بحيث ان هو يجعل شيء منه على العاتق. اذا جعل منه شيء على العاتق يبقى اجزاه وخرج من النهي، لان النهي لا يصلي احدكم في الثوب الواحد يعني في تعرف يعني ملابس الحج، الازار ثوب والرداء ثوب، فالمقصود بالثوب الواحد يعني واحد يصلي بإزار دون الرداء، يبقى هيصلي عاري ايه؟ عاري الكتفين. فهنا في نهي عن ذلك، حديث يعني ابي هريره، حديث قوله عليه الصلاه والسلام: لا يصلي احدكم، حديث ابي هريره رضي الله عنه: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الحديث عند البخاري ومسلم، حديث ابي هريره رضي الله عنه. الشيخ ابن باز، وهذا هو المذهب على فكرة، وهذا هو المذهب، إن المذهب يرى وجوب ستر العاتقين، لذلك قال: إذا كان بعضه على عاتقه أجزأه. فهمت من هذا إيه؟ إنه إذا لم يكن على عاتقه شيء فإنه لا يجزئه. فالمذهب يرى وجوب وضع شيء على العاتقين عملا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. جمهور الفقهاء يرى إن ستر العاتقين سنة وليس يجب، ولا يجب. جمهور الفقهاء يرون أن وضع شيء على العاتقين سنة وليس بواجب، ويستدلون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا عند البخاري ومسلم، أنه لما صلى في ثوب واحد، أنه صلى في ثوب قد اشتمل به، أنه جاء ثوب واحد واشتمل به، غطى به نفسه كله. طبعا هو يعني اشتمل يعني غطى كل شيء فيه، يعني صار في ضيق شديد جدا عليه انه اشتمل بالثوب. قال: فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الاشتمال الذي رايت؟ فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الاشتمال الذي يا رايت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فان كان واسعا فالتحف به، وان كان ضيقا فاتزر به. ان كان واسعا فالتحف به، يعني خلي شيء منه على ايه؟ على عاتقين. وان كان ضيقا فاتزر به. طب واتزر به، طب والثوب الاعلى. فهنا من هنا اخذ الفقهاء على هذا الحديث، اخذوا ان 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 ان, إن ستر العاتقين سنه ولا يجب، وهذا اختيار الشيخ السعدي وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا قول جمهور الفقهاء. والاحوط في هذا هو ايه؟ الاحوط لا، هو ليس من العورة الكتفين، هنا ستر الكتفين ليس من العورة، ولكن هذا مما جاءت شرعه بالأمر به، من يعني داخل في أخذ الزينة التي أمر الله عز وجل به: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهمنا هذا؟ طيب. قال: فإن لم يجد ما يستر عورته سترها. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته استطرها، يعني لو لم يجد شيء إلا أن يستر عورته يبقى يسترها. يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فإن لم يكفي جميعها. طبعا هو العورة التي رجحها هي بين السترة والركبة. قال: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز.
نعم. إذن هنا في مسألة وهذا واحد عدم ما يستوب. احنا اتفقنا على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. طب بس هو إذا كان غير مقدور على الشرط ماذا يفعل؟ يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذه الحالة قال صلى جالي، يعني لو لم يجد، إذا لم يجد أي شيء صلى الله لنا ولنا ولكم السلامة والعافية، قال صلى جالسا. صلى جالسا لماذا؟ يعني حتى لا يعني يعني يسوء الإنسان يعني يصلي في هذا الوضع. قال يصلي يوم بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. وعند الجمهور أنه يصلي قائما، يختار الصلاة قائما، هذا عند مالك والشافعي وواحد، وهو يعني رواية ثانية أنه يصلي قائما. والمسألة فيها ساعة، المسألة فيها إيه؟ فيها ساعة. صلى جالسا يعني أومى، نعم، ويعني وإن صلى قائما، لأن في هذه الحالة هو معذور في كل إيه؟ لأن فعلا الإنسان لو صلى قائما في هذه الحالة فهو نفسه يعني يسوء هذا. نعم. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى توسط في المسألة، فقال إن كان يصلي بحضرة الناس فاختار قوله، اختار المشهور في المذهب أن يصلي جالسا، وإن كان يصلي وحده صلى على مذهب الجمهور. نعم. وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. على كل حال المسألة فيها إيه؟ فيها ساعة إن شاء الله، ليس فيها ضيق. لذلك قال وإن صلى قائما جاز، يعني هو قال لك هو معذور في كل حالة. قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. ويعني ومن صلى ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم. وهذه يعني لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولأن هو لم يجد إلا ثوبا نجسا، فهذا أفضل من أن يصلي بلا يعني كاشفا سوءته. نعم. أو مكانا نجسا ماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مرة من المرات يعني كنت في مكان، يعني مكان أدخلوني في مكان سيء جدا، مش عارف أعمل إيه في المكان، أصلي فيه أنا والله ما أنا عارف. نعم. فربنا عز وجل رزقني به بمكتب، المكان كله سيء جدا اللي هم دخلوني فيه ده، دخلوني فيه قصرا يعني، فوجدت إلا إيه إلا مكتب. نفعني الله جل وعلا بهذا المكتب، فما زلت إلى يوم أذكر من هذا المكتب، صليت على المكتب. الأرض ليست الأرض نجسة، ماذا أفعل؟ فصليت على المكتب، طلعت فوق المكتب وصليت عليه الحمد لله. أسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فإذا يعني هنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وحديثه في الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم، وأن يستر عورات المسلمين، وأن يؤمن روعاتهم يا رب العالمين. نعم تفضل. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم إلا النجاسة المعفو عنها سوف لها إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيه إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطان الإبل وقارعة الطريق. طيب الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة من شرائط الصلاة الطهارة من النجاسة. والطهارة من النجاسة هي يعني شرط في بدنه وثوبه وموضع صلاته. النجاسة معلومة وهي كل عين مستقذرة شرعا، وهذه النجاسة سواء كانت من بول أو من غائط أو من دم حيض أو نفاس أو بول وروث غير مأكول، اللحم كل هذه من النجاسات. قال الطهارة من النجاسة في بدنه
والطهارة من النجاسة في البدن شرط من صحة الصلاة، لما رواه البخاري ومسلم، ورواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا يتطهر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالشاهد من حديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أسباب عذاب القبور هو عدم التطهر من نجاسة، فلذلك هنا اشترط الفقهاء هو الطهارة من النجاسة في بدنه، وثوبه مما دل على أيضا يعني الثوب، حديث أسماء، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله تعالى عنها، والحديث عند البخاري ومسلم، لما سألته إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض قال حتي ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم صلي فيه، قال حتي ثم اقرصيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه. فهذا دل عليه، دل على أن يعني على يعني طهارة الثوب كذلك من النجاسة شرط في صحة الصلاة. قال وموضع صلاته، لأنها نجاسة يجب اجتنابها، ودل على ذلك أيضا موضع النجاسة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا إنك خلعت نعليك فخلعنا. قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قزرا، فهذا يدل عليه على وجوب التطهر من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي الصلاة، على أن الشرط الرابع هو الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. قال إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وطبعا هو يذهب إلى نجاسة الدم اليسير، وإحنا اتفقنا على أن الدم اليسير ليس بنجس، وإنما الدم النجس هو الدم المسفوح. دل على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نأكل الطعام والدم خطوط على القدر، وأثر عمر موقوفا، والأثر الذي هو الحسن يعني موقوفا وصحيح مروي بصيغة الجزم، ما زال الصحابة يصلون في جراحته، فدل على أنه ليس بنجاسة. على كل حال النجاسة اليسيرة معفو عنها، نجس يعني هو صلى مثلا في بقعة بول هو لم ينتبه له ونحو ذلك، أو الشيء اليسير معفو عنه. قال إلا نجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، شيء رذاذ مثلا من البول ونحو ذلك هو لم ينتبه له، أو شيء يسير يعني لا يذكر، ففي هذه حالة يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، ودائما الحرج مدفوع، كل ما من شأنه يسبب حرجا للناس في الشريعة تدفعه. قال وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. الحديث الذي رواه أبو سعيد، لما النبي صلى الله عليه وسلم خلع دخل المسجد، والحديث هنا عند أبي داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني، أنه لما كان صلى بنعليه ثم خلع، فخلع الصحابة قال ما شأنكم يعني خلعتم نعالكم، ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا أنك خلعت فخلعنا. قال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قزرا. شاهد من الحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين وبهما قزر، وهو النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين، هل أعاد الصلاة يأسأنا في الصلاة ولا بنى على صلاته؟ بنى على صلاته، فلذلك قال وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما. قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، كما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خلع عليه في الصلاة حين أخبره جبريل أن بهما أذى، والحديث عند أحمد وأبي داود. طيب قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، طبعا وبنى على صلاته، دي الرواية التي اختارها الإمام ابن قدامة، في رواية أخرى بأنه يستأنف في الصلاة، ولكن هذه الرواية هي الصائبة لدلالة حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يستأنف في الصلاة، يعني استكمل الصلاة لم يستأنفها من جديد بل أكملها، بنى على صلاته يعني أكمل الصلاة. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيه، لما رواه البخاري ومسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة،
فالأرض كلها مسجد بفضل الله يصح، معنى أنها مسجد أنها يصح الصلاة فيها في أي مكان فيها إلا المقبرة والحمام. والمقبرة والحمام جاء الاستثناء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الذي رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام هنا ليس الحمام في اصطلاحنا، الحمام هنا كان هناك أماكن كان يغتسل فيها، أماكن عامة كان يغتسل فيها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن الصلاة في هذا المكان، يعني لم يكن مكانا لقضاء الحاجة. قضاء الحاجة هو الحش اللي هو الكنيف اللي احنا بنسميه عندنا في اصطلاحنا الحمام، لكن الحمام هذا كان أماكن عامة كان يغتسل فيها، كانت موجودة العهد قريب يعني من حوالي 20 سنة أو 25 سنة كانت الحمامات هذه موجودة، ها حمامات البخار التي كان يغتسل فيه. فالحمام طب يا المقبرة معروفة لأنه لا يجتمع الصلاة مع القبر لو الحمام، الحمام لأن هذا فيه أماكن فيها يعني تكشف فيها العورات، فمن ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن الصلاة فيه. إذا الحمام ده اللي هو الحمامات العامة التي كان يغتسل فيها، والحش، والحش هذا هو المكان الذي يتخلى فيه بغائط أو 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 بول، وهو الكنيف اللي احنا بنسميه عندنا الحمام، هذا الحش. وأعطان الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، سئل عن الصلاة في 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 أعطان الإبل قال يا لا تصلوا فيها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم، الحديث عند مسلم. لكن أعطان الإبل لا يجوز. طب هنا أعطان الإبل، هل الإبل مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم؟ مأكولة اللحم، يعني بولها ورثها طاهر أم نجس؟ طاهر. ومع ذلك نهى النبي عليه السلام عن الصلاة فيها، لأن الإبل، ها الإبل من شأنها الكب والفخ، إبل كده لما تشوف الإبل كده فيه فخ وفيه كب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني نهى عن الصلاة. والغنم فيها سكينة، ما هو كلاهما بوله وروثه طاهر ولا لا؟ طاهر. طب لماذا جاء النهي عن الصلاة في مرابض الغنم، وجاء بالإذن في عن الصلاة في مرابض الإبل، وجاء النهي في أعطان الإبل، أعطان الإبل اللي هي الأماكن التي يعني تقف فيها، وجاءت الإذن في مرابض الغنم؟ الغنم فيها سكينة وهذه تساعد على الصلاة، أما الإبل ليس فيها سكينة، الإبل لو دقت عنق واحد يعني لو خرجت عليه نفرت منه لا حيبقي صلاة ولا شيء. ثم إن الإبل نفسها فيها نوع من الفخ وفيها نوع من الكب، ولذلك دائما يعني ما أرسل نبي إلا وقد رعى الغنم، الغنم فيها السكينة، فيها السكن والسكينة. إذن هذه الأماكن الأربعة كلها مستثنى من حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأعطى الإبل لحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا قال يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. نعم طيب، هل هي مظنة النجاسة الإبل؟ ليس مظنة النجاسة، لأن بول ورث الإبل طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرانيين أن أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. نعم نعم. الشرط الخامس، ممكن اخلص الشرط الخامس السادس ولا خلاص انتوا خلصتوا يعني خلصتوا مني؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. وقارعت بالطريق، هي ليست موجوده عندي في المتن الذي في النسخه الذي بين يدي. على كل حال هذا يؤدي الى يعني يتضيق على الناس في يطيقهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه.